استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر سموه بالرفاع اليوم السيد الدكتور مالك عثمان وزير الدولة لشؤون الدفاع بجمهورية سنغافورة الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين للمشاركة في فعاليات المنتدى 14 لمؤتمر حوار المنامة 2018. وخلال اللقاء رحب سموه بزيارة وزير الدولة لشؤون الدفاع بجمهورية سنغافورة إلى مملكة البحرين مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على تعزيز أطر التعاون مع جمهورية سنغافورة الصديقة وتوطيدها في مختلف المجالات بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين. وقد نقل الوزير السنغافوري إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات السيدة حليمة يعقوب رئيسة وزراء جمهورية سنغافورة ووجه لسموه الدعوة لزيارة جمهورية سنغافورة، فيما كلفه سموه بنقل تحياته وتقديره إلى رئيسة وزراء جمهورية سنغافورة وتمنية سموه لسنغافورة الصديقة دوام الرفعة والتقدم. وأشاد سموه بما وصلت إليه علاقات التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة الصديقة من مستويات متقدمة في كافة المجالات، داعيا سموه إلى الاستفادة من الخبرات السنغافورية في كل ما يدعم جهود التنمية في المملكة. ونوه سموه إلى أن مملكة البحرين تنظر بكل التقدير والإعجاب إلى تجربة جمهورية سنغافورة في التنمية، والتي استطاعت أن تحجز لنفسها وبكفاءات وطنية مكانة متقدمة على خريطة الدول الأكثر نموا في القارة الآسيوية والعالم. وشدد سموه على أن هناك العديد من الفرص الواعدة التي يمكن أن تشكل محورا لمزيد من التعاون البناء والمثمر بين البلدين الصديقين، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية عبر تفاهمات واتفاقيات تحقق المصالح المشتركة. ودعا سموه إلى تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين من أجل مناقشة مختلف أوجه التعاون الثنائي وتطويرها بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين. وأكد سموه أن مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا بتنمية علاقاتها مع دول مجموعة الأسيان ومن بينها جمهورية سنغافورة، وذلك من خلال تعزيز الاستفادة المتبادلة في كل ما من شأنه أن يدعم جهود التنمية في المملكة، لا سيما وأن الأسيان تشكلون نموذجا متميزا للتكتلات الاقتصادية التي نجحت في الانتقال بدولها وشعوبها إلى آفاق متقدمة في رحاب التنمية. من جانبه أعرب وزير الدولة لشؤون الدفاع بجمهورية سنغافورة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكدا أن بلاده تحرص على تعزيز التعاون مع مملكة البحرين في العديد من المجالات التي تخدم المصالح المشتركة، مشيدا بما تشهده المملكة من نهضة وتطور وما حققته من نجاحات مشهود لها في مجال التنمية المستدامة.